Assalamu alaikum, comme d'habitude, on attend les participants, on commence le live, un seul participant, ça me suffit largement, comme je dis toujours, que un seul participant, ça me suffit largement de commencer le live. Il faut participer, partager, parce qu'il y a trop de signal sur mon compte, donc live risque d'être interrompu par signal, donc il y a trop de signal, je demande le partage si possible, un seul participant, on commence le live. كاين واحد السلام عليكم دونك اون كومونس لو لايف واش نقول بارفو واحد سو ديكوراج يقول نحبس النضال باسكو فوضى كبيره في النشاط السياسي اللي راه صاري في البلاد دونك حتى النشطاء السياسيين مو جو كريتيك با لي زاكتيفيست بوليتيك مي رانا نشوفوا المنشورات نتاعهم في الفيسبوك منشورات ماشي سياسيه ونعرفوا كاع المشاكل تاع الجزائر مربوطين بالسياسه لو كان ما تفراش سياسيا لو كان ما يتحققش المطالب السياسيه نتاعنا ما يفرح حتى مشكل كاع المشاكل اللي هنا في البلاد ما تنحلش بالشتم وبالدينونسياسيون كما تشوفوا بعض النشطاء قاعدين غير يدينونسيو ضمن سارت الجزائر ثابت الجزائر فيها مشاكل في مي الفو دي سوليسيون باش نحلوا حل نتاع المعتقلين لازم حل سياسي لازم ننجحوا في السياسه باش نحلوا المشكل نتاع التعذيب كيف كل حاجه مربوطه هنا في السياسه لان نظام كما قلت ديكتاتوري دونك il faut كما قلت دي سوليسيون بوليتيك il faut que ننجحوا باش نحققوا المطالب نتاعنا اللي هو دولة القانون دولة الديمقراطية دولة العدالة دولة الشعب مادة 7 و8 لازم النظام يولي يحكم فيه الشعب بمادة 7 و8 عن طريق الممثلين نتاعو دونك il faut s'organiser et malheureusement que الناس ما حبش تنظم روحها ملي بدا الحراك وحنا نتكلموا على التنظيم لكن المندسين داخل التنظيم الحراك او الموفمون او لي موفمون من 62 كاين لي موفمون في الجزائر لتغيير النظام هذا نظام ديكتاتوري هذا لكن ما كاينش تنظيم وكما قلت مقصوده من الناس الداخل ما حبوش التنظيم كل واحد يلغى بلغاه حتى رانا نشوفوا النشطاء اللي محسوبين على الحراك يعني مازالهم في لي دينونسياسيون مازالهم هذا فلان دار وهذا سرق وهذا هكذا وهكذا وما كانش حلول سياسيه ما كانش مطالب سياسيه لان احنا عندنا ما عندناش مشكل في فلان سرق ولا هذا ما كاينش مشكل اذا كانت عداله حره يروح للحبس عندنا مشكل في البرنامج ما كانش برنامج رانا نشوفوا الحاله السايبه الحاله هكذا ما كانش برنامج لان البرنامج ما عنده صلاحيات ما عندناش كما قلت مؤسسات او لا سيباراسيون دي 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 المؤسسات رانا نشوفوا كل مؤسسه تدخل في مؤسسه واحده اخرى يعني عندنا فوضى سياسيه اون ان بروبليم بوليتيك بور تروفي دي سوليسيون بوليتيك il faut s'organiser à chaque fois je fais appel il faut s'organiser لازم تخيروا ناس سياسيين لي يديروا السياسة لي ديبلومات لي يقدروا يكونوا قوة سياسية تواجه النظام الحالي اللي راه يحكم في البلاد il faut une force politique qui peut faire face à ce pouvoir en place سياسيين خيروا جماعة سياسيين بطريقة بين في دو روت بمطالب سياسية باسكو كاع المشاكل هذو ما نحلوهمش بالشتم ودينونسياسيون وكل يوم يجي واحد هاو فلان داواها وفلان في الحبس سارت بلاد مخروبة حتى النظام هذا مازالوا في السياسة تاع بكري مازالوا في السياسة تاع المنصونج تاع الكذب ونتاع لأن حتى الشعب يتبع حتى نقرا منشور قال لك هاو لقاو حقل كبير نتاع الغاز في سكيكدا شاك فوا يلهيو الناس باش يربحوا الوقت لأن حتى الشعب الشعب يعني بار بكل احتراماتي الشعب فنيان قاعد غير يستنى في السوسيال او يستنى في 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 في, في, في منحه البطاله او يستنى ما نعرف واش سي ان بوبل اسيستي يعني شعب ولفوه من هذه الامور وما يديرش السياسه حتى هنا في الخضريه نمشي ما كانش واحد يسالني ما دور البرلمان او ما دور الحكومه او ما دور العداله او هكذا وهكذا يسالوني ما كيسربوا الديار يعني 20 سنه هو يستنى في الديار وما ينشطش في امور سياسيه دونك اون ان بروبليم بوليتيك كاع المشاكل في الجزائر ما تنحلش الا
بالاستقرار السياسي الا ب كما نقولوا النضال الا ب كما نقول لا كونكريتيزاسيون دو نو ريفونديكاسيون بوليتيك اللي هي كما قلت ان ايتا دو دروا ان ايتا ديموكراتيك ان ايتا دو ليبرتي ان ايتا دو ليبرتي دو بريس. هذا هو باش تنجح او باش نحلوا المشاكل او باش كما قلت نلقاو حلول للمشاكل اللي راهي في البلاد. دونك قلت البوفوار حتى البوفوار مازالو ما تبدل والو في الحقيقه باش نتفاهموا مليح، مازالهم بالسياسه القديمه بالسياسه نتاع كذب لا بوليتيك دي مونسونج لا بوليتيك نتاع يرقدوا الناس حتى يعني الارقام دي شيفر يدوني بالانس دي شيفر هكذاك وقال بون فوالا انا لقينا حقل تاع الغاز في سكيك داس صبروا يا الجماعه كيما هذيك العجوزه اللي طيب في الحجر وتقول لولادها قريب يطيبوا اللحم سيتادير بور غاني دي تان pour faire oublier le peuple من الحراك باش ينسوا الناس او باش يبردوا الامور. اشاك فوا كيليا ان موفمون اون الجيري يجي النظام ماشي يلقى الحلول او يفتح السياسه او يروح للمطالب نتاع الشعب الجزائري، لا يلقى حلول تومبوريزاسيون يل تومبوريز بالاكاذيب. ورانا نشوفوا حتى يعني كيفاش كل يوم يعني عادي نديروا عادي نديروا ريسبونسابل ان فري ريسبونسابل يقول درنا اون افي ما يقولش انا نديرو انا نديرو. يل دون دي شيفر يل دون دي بروجي فيرتوال هكذاك ما تقبلهاش العقل، لان الشعب حتى الشعب يعني رقدوه الشعب ولا ان بيبل اسيستي يعني الشعب ولا الشعب يستنى غير واش يدي سوسيال ولا جو سي با اون ابسونس دي فري بوليتيك. ما كانش عندنا سياسيين حتى يعني هذيك كل احتراماتي حتى في المعارضه ولا نقولوا في الحراك نسموها الحراك باسكو الموفمون نتاع اللي نهضوا به دايرين الحراك ما كانش سياسيين كاين نشطاء بون عندهم الحراره عندهم من يتكلموا لكن يل دون با دي سوليسيون بوليتيك بور سولا درت انايا دي زابيل وللاسف ما حبوش يمشوا ما حبوش يتلموا ما حبوش يديروا مطالب سياسيه باش اون فا ديسكريديتي لو بوفوار. قال يا النظام حنا سياسيين حنا هام المطالب السياسيه نتاعنا واش غيون كا او النظام يدير مبادره حنا نكونوا معاها. دونك الفو اون فورماسيون بوليتيك الفو سورغانيزي الفو ستركتوري يخلو ناس تتكلم في بلاصتكم ماشي كل طير يرغى بلغاه كما راني نشوف في التواصل الاجتماعي، لان عندنا غير التواصل الاجتماعي رانا نشطوا فيها كل واحد يجي يتكلم ومازال غير في الشتم ومنا ما تفراش هذه الامور ما تفراش. من 62 وحنا ندينونسيو من 62 وحنا كاين نعرفوا بلي كاين جنرالات فاسدين ونعرفوا بلي كاين وزاره فاسدين ونعرفوا بلي مسؤولين كاع فاسدين وكاع سرقوا لنا دراهمنا. مي وير لا سوليسيون؟ لا سوليسيون سي بار ان ايتا دو دروا اون جيستيس ليبر اللي تقدر دير تحكم الناس هذو وكما قلت سياسه واضحه في الجزائر. اون فو ستابيليتي بوليتيك بور ريغلي سي بروبلام. لازم دبلوماسيين لازم سياسيين. لو جينيرال دواف روندر دي كونت بور لو كريم كونت لو بوبل الجزائريان. كما قلت كاع المشاكل اللي راهم عندنا ما ينحلوش لو كان ما تكونش عندنا عداله حره، ما ينحلوش لو كان ما تكونش عندنا نظام شعبي يعني خارج من الشعب عن طريق الانتخابات الحره. هذا هو لازم صندوق باش يخرجوا ناس باش نقدروا نحاسبوا ناس اللي دارت لي ديباسمون اللي داروا لا تورتور اللي سرقوا اللي هكذا اللي سابوطاو اللي خونوا البلاد. لازم 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 اون ستابيليتي بوليتيك ولازم كما قلت لازم نظام ديمقراطي لازم صحافه ديمقراطيه وحره اللي تتكلم وكما قلت تمد ليزانفورماسيون. حنا هنا ميم با لو دروا ان انفورماسيون كل واحد يتكلم. انا يبعثوا لي 70 دوسي عندي بصح ما نتكلمش باسكو ما عنديش لافورماسيون وما نتكلمش في الموضوع هذا باسكو فاهم باللي الجزائر ثابت فاهم باللي ما نقدر ندير والو. كون جو دينونس فلان سرق ولا فلان داوها الحبس صافي ريان ندير. لازم اون كونكريتيز نو ريفونديكاسيون بوليزيك لازم نحققوا المطالب السياسيه نتاعنا اللي هي دولة القانون دولة ديمقراطية صحافة حرة باش نقدروا نحلوا المشاكل اللي راهي كاينه. من 62 كاين مشاكل وتراكمت حتى نروح الكلام بعيد تراكمت الامور.
مور ترو دو دروب ترو دو هكذا شحنه منا انا جوبت بون اون ريكونسيلياسيون ناسيونال دو ما بوليتيك السياسه نتاعي نروح للمصالحه الوطنيه ماشي للناس كاع اللي سابوطاو واللي خربوا واللي داو الاموال دا لازم يخلصوا دي كونت لكن لازم مصالحه وطنيه سينو ما تفراش ترو دو بروبلام 60 كاين القتيله كاين الموت كاين لي ديسباري كاين التعذيب كاين كاين حلا دار الشر دونك مو او طون كو بوليتيك جوبت بون ريكونسيلياسيون ناسيونال اون فري ريكونسيلياسيون ناسيونال ونروحو للسياسه تاع الصح الى الناس اللي في السلطه يمشوا مع كلامي مي جو بونس با باسكو راني نشوف نفس النظام نظام راه غير بالبريكولاج حتى يعني صوت الموضوع واحد اخر موت بزاف في الطرقات ما جاش وزير النقل درت ابل لوزير النقل هذا لازم يديمسيوني في سمانه 22 42 واحد ميت في الطريق وما كانش واحد تكلم عشرات يموتوا في البحر ما كانش يعني روح الوطن روح الجزائر ولا ترخيصه لجيريا ولا رخيص يعني كارثه حتى تشوفوا في الخارج يموت واحد تخلى مات في لبنان اللي نتبع هذاك الشونتور تاع جورج راسي جو بونس اختو راهي دايره ديكا قالت الوزير العدل الوزير النقل ديميسيوني باسكو انت ما درتش الظوف وين ضرب خويا في الحيط هنايا حتى يعني اولياء الضحايا ما يتكلموش 42 واحد ماتت في السمانه حراقه موتا دي فامي يموتوا سبيطارات يموتوا تدخل سبيطار تموت حتى ضحايا او عائلات لي فامي دي فيكتيم ما يتكلموش ما يسورغانيزيوش ما يديروش منظومه باش يدافعوا الحقوق تاعهم باش يعرفوا علاش ولادهم راهم يموتوا وعلاش راهم الاخر وعلاش راهم يموتوا في الطرقان وعلاش ما كانش ادفن والشيخ الجامعي يفتي لهم مكتوب وخلاص يعني ولات الروح تاع اللاجيريان ولات رخيصه ما كانش تكلم اولياء الضحايا يدفنوا وبعد يصبروها قال مكتوب هذا مكتوب له مات في الطريق مخسره معليش مات في البحر معليش مات في السبيطار ما يلقاش بيكوره معليش قدر الله وما شاء فعل يعني ما كانش الاسباب كان مكتوب يعني دوك يعني ما على باليش انا نلوح روحي من الباطيمه ونقول هذا هو دونك استادير ما على باليش واش صاير في البلاد هذه راهي شاكان بور سوا كل واحد نفسي وكيما قلت تلحقك لو كان ما تدافعش على ناس واحد اخرين ما تتكلمش على المآسي تاع واحد اخرين تلحقك انت كيما الجريمه رانا نشوفوا قوة الجريمة صحاب نفسي تحكيك للدار لو كان ما تهدرش لو كان ما تنظمش روحك وما تدينونسيش يعني جاريف با كومبروند سي سوسيتي بون غالب عليهم ولفوهم قلت هنا في الخضرية ما كانش اللي يتكلم معايا سياسة كاش واحد يقول لي البرلماني واش راه يدير دوك ما دور البرلماني في الجزائر دراهم يسربوا فيهم هكذاك ما على بالناش كيفاش تمشي الخزينه العموميه ما دور ما كانش اللي يسقسيني وعلاش العداله ما تحاسبش او ما يعيطوا ما تحاسبش الناس اللي سرقوا ما كانش كاين غير عمي موح مكتسر بي ودي راه يعطيك الدار ومن بعد واش دير بها تشطح فيها والحقوق تاعك رايحه لي بريوريتي ما يعرفولهمش الجزائريين ما يعرفوش الاولويات الدار يستنى في الدار 20 سنه والحقوق تاعو رايحه عايش في الفقر والنظام يتمادى في الامور هذه ما عندوش حلول هنا في الخضريه هنا عندنا 20 سنه والناس تصبح على الديار ما كاش ما حبوش يسبهم لانهم يربحوا في الوقت باش الناس ما يديروش الحراك ولا ما يتكلموش امور سياسيه حتى يعني تبقى الديسكسيون في القهوي غير على الديار جاريف با ا كومبروند جاريف با هو سي با ما جاري با ا كومبروند سي سوسيتي هو حياته في خطر يخرج من الدار ما نعرف الى يولي الطرق ماشي ملاح المرض خلا دار الشر ويحوس على الدار دار سي با بريوريتي كي يكونوا الحقوق ماكش كي تكون حياتك في خطر قلت حتى يعني ناس تموت في الطرقات الوزير ما ديميسيونيش قاعد حتى ما يتكلمش
ما قلنا لكش دي تتكلم مد علاش راه صاير هذه المساكر هذا، وعلاش الناس راهي تموت في 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 الاخر، ما عندناش حراس السواحل، ما عندناش، ما على باليش انا كيفاش يحبسوا الناس هذو باش ما يحرقوش، ما يحرقوش مع ولادهم ويموتوا، يعني دي فامي دراري دراري يموتوا، حتى لي بير دو فامي سون ريسبونسابل. وقلت في 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 منشور، حبيت تحرق وحدك حرق وحدك، ماشي تحرق بولادك باسكو قالوا لك كي تلحق لاسبانيا طفل صغير يمدوا له الناسيوناليتي وانت تروح في الجرايه، يعني كارثه باش يدير المستقبل تاع ولادو يضحي بولادو يديهم للبحر. ادراني صغار انا نشوفهم بعد الناس قال لا فوت للنظام ولا فوت هكذا ولا فوت هكذا ولا فوت هكذا، سارت كاين بطاطا كاين، حنا رانا ما رانا كاع فقراء، رانا ما عنديش وين نسكن، راني اس دي اف بصح راني ناضل، ما رانيش نشجع وليدي باش يحرق باسكو 90% يلحق من هيه، دونك يعني كارثه. دونك جو بار دو لورغانيزاسيون، باش ننجحوا لازم نسورغانيز باش نحقوا المطالب تاعنا، باش نوقفوا الجزائر، باش تكون سياسه واضحه، باش تكون استقرار سياسي، باش تكون ديمقراطيه، باش يكون عداله حره، باش نحاسبوا الناس اللي سرقونا اللي عذبونا اللي داروا لنا اللي هكذا وكذا، لازم عداله حره. بور سولا لازم ننظموا روحنا، الفو كريي فورس بوليتيك كيف بو فير فاس ا سو بوفوار اون بلاس. خلوا السياسيين وقت الدبلوماسيه ماشي وقت التهريج ولا وقت السب. انا نشوفوا كيفاش يتسبوا بيناتهم، واحد يقول لك وما كاين حتى واحد مدحل، 77,000 ناشط ولا مليون ناشط راهم يتكلموا في التواصل الاجتماعي، ما كاين حتى واحد مدري حل. قال كيفاش نفرسيو النظام هذا باش يروح للانتخابات حره، قال كيفاش نفرسيو النظام هذا باش يروح للانتخابات مسبقه، باش يبدل بعض المواد في الدستور، باش يدير هيئه المنتخبات المنتخبين حره ونزيهه. اون بار بوليتيك pour concrétiser nos revendications politiques. Pour cela, il faut s'organiser. Et malheureusement, كاين des infiltrés. ما حبوش باسكو النظام هذا ما يحبش شعب يتنظم. وحتى الداخل كاينين اللي ما حبش التنظيم لكن باش يجوزوا مشاريع نتاعهم الايديولوجيه ولا الحزبويه. وتكلمت. قال لي انا هو كيما نقولوا معلم نتاع الحراك، ما يحبوش يديروا ان كونغري. اللي درت في ابيل ان كونغري ولا لقاء بين النشطاء ونخيروا جماعه ونديروا خارطة الطريق ونديروا مطالب سياسية موحدة، لأن الحراك أو الشعب الجزائري مخلط، دونك لازم دي ريفونديكاسيون بوليتيك، نهار نحققوا المطالب نتاعنا، نهار نحققوا الديمقراطية ودولة القانون، وكل واحد يجوز المشروع نتاعو الحزبوي ولا فوطا عليه الناس. إليا لارتينونس دو بوفوار، كاين كما قلت l'alternance du pouvoir ou qui m'a dit tabadul ala sultan. Il a des questions, je réponds. البوفوار مازال يمشي بكري، مازال اشاك فوا كو الشعب ينوض ما يمشيش تماشاش مع مطالب الشعب، لانها لي مصالح شخصيه لي هكذا لي كروايونس، قانعين بلي البلاد نتاعهم يزون في بوكو دمار، خايفين من العداله، خايفين كاين مشاكل، علاش ما الاخر دونك. لكن حنا استدير حنا مام حنا لازم نديرو سياسه، خلو السياسيين كل واحد المهنه نتاعو، خلو السياسيين يتكلموا، خلونا كيما تقولوا ندبروا راسنا معاهم، ما كانش كل واحد يتكلم. Donc je répète, le problème est politique en Algérie. Quels sont les problèmes qui sont en Algérie? C'est un problème politique. Nous n'avons pas de l'adresse, nous n'avons pas de l'adresse qui s'éloigne les faits, nous ne savons pas, nous ne savons pas comment elle va marcher, parce que tout ce qui va marcher dans les coulisses, et comme je l'ai dit, c'est les gens qui sont en train de se faire, nous ne savons même pas comment راهم يصرفوا في الاموال نتاع الخزينه،
اون ابسونس دان بارلمون صحيح، في غياب برنامج صحيح، رانا نشوفوا برلمانيين ها فوتاو عليهم او داروهم بور ريان، ها يخسروا الملايير عليهم الشهريه تاعهم نعرفوها فوق 30 مليون بور ريان، ما نعرفوش، ما كانش شفافيه في العداله، دونك سي ان بروبليم بوليتيك، عندنا مشكل سياسي باش نحلوا المشاكل اللي راهي تدور في الفيسبوك واللي راهم النشطاء يتكلموا عليهم، ها اللي راهم النشطاء يتكلموا عليهم من اللي مدينا، وحنا سي تادير في الدينونسياسيون، ها اون دينونس فلان دار فلان دوا الحبس فلان، يا بري يديه للحبس ما كاينش مشكل، مي لو بوفوار الي لا، النظام السياسي الي لا، جو ريبيت باش ما يخدعوكمش وباش ما اه ما يديرولناش يديرولكمش التهم تاع المساس ومنها، كاين ديفيرونس اونت ليتا الجيريان اي لو بوفوار الجيريان، كاين فرق بين النظام الجزائري والدوله الجزائريه، الدوله الجزائريه سا اكزيست دوبوي ماسينيسا بالجزائر بسكان الجزائر بالثقافة نتاعنا باللغة نتاعنا، هذه هي الدولة الجزائرية، أما النظام هما عباد أفلان أرندو والأحزاب الموالاة أو الأذنب أذنب الأذنب نتاعهم، هذو ناس اللي رانا نظلوا باش نغيروا السياسة نتاعهم اللي فاسدة، اللي فسدت المؤسسة الدولة وضعفت مؤسسة الدولة الجزائرية، ها هذا هو سي حنا أون لوت بور لو شونجمون دو بوفوار أون بلاس. Géré par des gens incompétents, par un groupe familial. عرفوا كيفاش مسيرين النظام، هذا بلاصة وليدو في الكازرنة الفلانية، وهذا بلاصة وليدو في الديريكتور الفلاني، وهذا بلاصة هكذا، فاميليال راهم يسيروا، وكما قلت استولوا على مؤسسة الدولة، ضعفوا العدالة، ضعفوا الإدارة، ضعفوا كلش، لأن النظام كما قلت ما عندوش قدرات، ما عندوش مؤهلات، ونظام يعني راح للفساد. باش نتفاهموا مليح، أما الدولة الجزائرية سيتي لين روج. C'est une lune rouge quand il s'agit d'un danger de l'extérieur qui court خاطر من الخارج نتوحدوا كاع بالنظام بحنا quand il s'agit d'un ennemi qui marom يديرونا المشاكل المروك اما في الانتيريور on lutte pour le changement du pouvoir politique en place باش نتفاهموا مليح باش ما يغلطوكمش واش راه صاير باش واش راه صاير في البلاد نظام هو عنصر قابل للتغيير عكس الدولة نعم هذا هو ستادير اون بو شونجي ان بوفوار بوليتيك كي جير ان بيي و كي جير الجيري مي اون بو با شونجي ليتا الجيريان ليتا الجيريان سي ستاب سي ثابتة سي 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 اون لين روج انا ما راناش نقولوا اه راناش نقولوا باللي لازم نبيعوا نص من الصحراء ولا ما على باليش الهضره الفارغه هذيك او نقلعوا فلان ولا فلان ولا نقلعوا الثقافة القبائلية ولا الإسلامية ولا العربية ونتوش الثوابت نتاع الأمة الجزائرية اللي هي كما قلت ما ندخلوش في الموضوع هذا الأمور هذا باينة بالثقافة نتاعنا بتعدد الثقافات بتعدد اللغات وب كما قلت الشعب الجزائري هذه هي الدولة الجزائرية ومؤسسات اللي هي مؤسسات ثابتة لكن ضعفوها ناس دي كورومبي ضعفوها ناس مرتشين ضعفوها من ناس خونة اه ما خدموش البلاد وانا نشوفوا كيفاش ضعفت المؤسسة الدولة هذا هو واش راه صاير بلاد دونك اللي فرق بين ليطا اي لو بوفوار دونك حبيت الفيديو هذا درتو باش جرتو للنشطاء اللي راهم ينشطوا ورانا نشوفوهم في الفيسبوك الفو لينيا ماشي كل واحد يرغب لغاه ولا يوتيليزي الفيسبوك باش ينشهر ولا باش يخلصوا الفيسبوك ولا اه بور سولا الفو لينيون باسكو هما ماهمش باغيين لينيون باغيين نبقاو متقاسمين الاخرين بور سولا الفو سورغانيزي يا جماعه الفو ننظموا روحنا وكما قلتوا خيروا في الفيسبوك جماعه 6 7 8 اديفو دو كونغري هي نورمالمون ان كونغري ناسيونال مي جو بونس با كو لو بوفوار يخلينا نديرو ان كونغري اه وكنت تكلمت على الكونغري كيفاش دو شاك ولايه نخيروا ان اكتيفيست
politique du Harak ou un opposant, et un congrès qui aura 1400 et quelques congressistes avec des débats, avec maintenant avec un vote libre, une soixantaine mille, tout ma taqadrou, c'est-à-dire te proposer des gens, ou essayer qui fait notre amour, ou dire l'autre, ou charité de tarek. Peut-être que Goult Belli, on va bouger les gens intègres nationalistes dans les institutions de l'État qui vont bouger dans le sens d'achat, donc par. Par la politique, par le civisme, par كما قلت سلمية نقدروا يعني نديروا مطالب واضحة ونقدموها للناس اللي مازالها عندها الروح الوطنية أو يبغوا البلاد بلاك يبوجيو. دونك يفو لينيون باسكو كما قال بوب مارلي هما باغيين ما ماهيش باغيين نتوحدوا باغيين نتقاتلوا دونك وانا جو في ابال ا لينيون سورتو ا لينيون à l'organisation, à la structuration, et élire une représentation politique, faire une feuille de route politique, créer une force politique qui peut faire face à ce pouvoir, on va concrétiser, faire de la politique, des revendications politiques, là, poser des questions, واش من الرول دو بارلمون اون سو مون اكتيلمون، واش من الدور تاع البرنامج دوك واش راهم يديروا؟ علاش راهم قاعدين؟ ما كاينش ما راهمش رانا نشوفوا حتى برنامجي ما هدر في الكارثه، الناس هاي تموت، الناس هاي تنحرق في الحريق، ما بان حتى برنامجي في الطرقات الناس هاي تموت، ماساكر ماساكر تيروريزم روتشي كما يقولوا، ما كانش برنامجي يهدر، الناس راهي تحرق، ما كانش برنامجي يهدر، حتى الاحزاب الموالات ما كانش هنا اون بروف بلي ماشي دي بارتي بوليتيك. هما قاعدين هكذا كان ديكور ان ديكور بوليتيك، النظام دار 60 حزب ما كاين حتى واحد تكلم في المسائل اللي راهي في الجزائر، الناس راهي تموت افيك دي ميليي اي دي ميليي في النهار. بون سي با دي ميليي جي اكزاجيري، مي كاينين راهم يموتوا بزاف، ما كاين حتى برنامج يهضر، ما كاين حتى رئيس حزب هضر، راهم يستناو في الفوت يزوروا ويبقاو لا كونتينيتي دو بوفوار، وقاعدين ينهيو في الناس بمشروع باكتشاف نتاع الغاز في سكيكدا على 20 سنه. واش يهمني اكتشاف انا؟ يهمني كيفاش تجينا البلاد بلي مويان اللي عندنا، بلي مويان اللي عندنا، ماهيش نكالكيليو اكتشاف، وهذه السياسه نتاع تخذير الناس، يخذروا الناس بسياسه المونسونج، بسياسه الكذب، بالوعود، لان ما عندهمش دي سوليسيون، إليا ترو دو بروبليم هنا في الجزائر، مشاكل كبار هنا في الجزائر، ما قدروش يلقاو حساب، دونك يروحوا للمونسونج، يروحوا للكذب، يروحوا لتخذير الناس، يروحوا لربح الوقت حتى يلقاو او يكسروا او يفابليوا الناس، لكن حنا نبقاو ننظروا، نبقاو نتكلموا، نبقاو نوعيوا في الناس، دونك إلا ما كانش دي كيسيون، j'arrête parce que bon, on n'avance pas avec la politique tout sécuritaire. On n'avance pas avec la politique tout sécuritaire. Bien sûr, Nézam, d'ailleurs, si ça, qui m'a goûté sécuritaire, hein, il y a rien تقارير الأمنية. يعني لو كنت عارفوا كيفاش تمشي الجزائر حتى في لا ديستريبيسيون تاع الديار حتى في البروجي يروحوا للتقارير الامنيه، كل ولايه عندها تقارير امنيه، قال بون فوالا الشعب راه يغلي في باريس روش البيرو الدار، ما كانش اون استراتيجي، ما كانش اون استراتيجي بوليتيك بور لا كونتينيتي دو لا ناسيون الجيريان او لاستمرار الجزائر بدي بروجي تاع الصاحب الاخر، يروحوا غير الكوتي سيكوريتار، هذا واحد رفضوه، هذا يجيني، هذا هو يهضر صحيح، هذا ما ياخذش علينا، هذا حتى نشوفوا الاعتقالات يعني على الراي، ما كانش في العالم راه يدي مواطن على جال الراي تاعو، على جاي منشور فيسبوك، ما يتقبلوش هذا، لان كما قلت سي لا بوليتيك سيكوريتار، رايحين مثلوا 60 ولا بوليتيك سيكوريتار، يعني كروس كروس، ما كانش انفي تاع السياسي، ما كاينش ديمقراطيه، ما كاينش حوار، ما كاينش كما قلت تقبل الراي الا سكرتير، واشنو باش يحميو هما النظام نتاعهم، باش يحميو المصالح الشخصيه نتاعهم، لان كما قلت راهي فاميليا تحكم في البلاد، راهي فاميليا اللي دات خيرات نعمت بالخيرات نتاع الجزائر، على ظهر 40 مليون جزائري اللي نوموه بالتخدير، غادي يسربوا لك الدار، غادي نديروا لك داروا لهم دي بروجي باش يرقدوه، ماشي دي بروجي بور لو بيان دو لاجيري، كيما تشغيل الشباب، كيما لي كريدي هذوك مدوهم باش يسكتوا الفتات، باش يشروا السلم، يسلم والشعب تفنين ولا يمشي في الامور هذا، ولا يسقسي غير كيفاش وين كاين، وين كاين وكاين، ولا نفسي ما كانش مشاركه سياسيه، ما كانش خوف على الجزائر، ما كانش النضال على الجزائر. ما نطولش عليكم،
خاصة إخراج المجرمين في 5 جويلية من أجل. تكلمت على المجرمين، ما كانش بلاد يمدوا العفو الرئاسي، ما كانش ولا بلاد مدت العفو في الرئاسي أو طلقت مجرم على حسن السيرة نتاعو، باسكو كاين بزاف اللي عفوا القانون يحكم روحو في الحبس ويديروا له حظ، يكون يعني يكون مراقب برا. حنا نشوفوا الكارثة تاع بليده، واليوم زادوا قتلوا شيخة في البليده لان يطلقوا المجرمين وما كاش واحد يتبعهم، حتى شتكاو منا قال لك ما عندنا واش نديروا لهم. دونك انا درت ابل باللي لازم يلغيوا هذه نتاع العفو الرئاسي ولا تحكم الحبس، لكن تعقب فويو دير خطر على المجتمع، تروح للحبس، تروح للحبس وكي تكمل نتبعك حتى نعرف بلي بسيكولور، حتى نعرف بلي سقمت. لكن هنا فوضى فوضى، بان سو بريتاكس ما عندهمش بلايص في الاخر، بلي الحبس عندك درام باش تدير دير الدوره تاع وهران، هذيك تاع البلوطه ولا تاع لعب البحر، كنت تبني الحبس. كثره الجريمه لكن لازم تحمل، لان النظام اللي ما يحميش الشعب نتاعو من الجريمه ماشي نظام، النظام اللي ما يحميش الشعب نتاعو من الفقر ماشي نظام، النظام اللي ما يحميش شعبه من الحوادث نتاع الطريق ماشي نظام، باسكو اولويه النظام هو حمايه الشعب. حمايه الشعب هذه هي لا بريوريتي دو بوفوار، ولا لو رول دو بوفوار سي بروتيجي لو بوبل، قبل الاقتصاد قبل هذا، بروتيجي لو بوبل، بروتيجي لا في دو بوبل، حياه الشعب هذا هو رئيس كيجي. الاولويه نتاعو هو حمايه المواطن من المرض، يلزم له سبيطارات ملاح، من الجهل يلزم له مدارس مليحه، من الطرقات يلزم له قوانين اللي تحميه من الطرقات، من الحراقه يلزم له يلقى حل باش يحبس الحراقه. هذا هو سا مارش كوم سا. ومن بعد تجي كري دي ريشيس، النظام لازم يخلق ثروات للشعب، لازم يرفه الناس، لازم يحسنهم المعيشه نتاعهم. سي سا لا بريوريتي دو بوفوار لي كي ترافاي بور سون بوبل، سي بروتيجي لو سيتويان، كري دي ريشيس، هذا هو. ماشي قاعدين في صراعات باش يريح ناس تموت، وما كانش وزير هضر، ما كانش برنامج يهضر، ما كانش واحد من الحزب هضر غير بالخير اللي راه يهضر. بون ما نطولش عليكم، بارطاجيو كيما دائما نقول، اللي عنده لي جروب اللي يقنع بكلامي يبارطاجي، نبقاو ننظروا. الوحده هي صح، الوحده هي صح، التقسيمه تفابلي هذا هو من بكري هكذايا. يقول لك لا فورس، لينيون في لا فورس. لازم السياسيين لازم تبعوا السياسيين، ومالوريزمون راني نشوف ما كنتش تبعوا في السياسيين، تبعوا غير في الناس الدينونس، دايرين فيسبوك للخدمه، داروه ميتسي، دخلوا دي دولار ومنا. انا جاكيس بيرسون، مي الكوستا اللي درتها السياسيين، وكما قلت عندنا مشكل سياسي، كاع المشاكل اللي راهم في الجزائر ما نحلوهمش، ما نقدروش نحبسوا لا تورتير، ما نقدروش نحبسوا لي ديباسمون، ما نقدروش نحبسوا لي بافور كما هما قالوا لي بافور، الا بدوله القانون، الا بالدوله الديمقراطيه، الا بالسياسيين اللي يحكموا المراكز ويتكلموا ويحبسوا. هذا كيفاش تنحل المشاكل تاع الجزائر، بالاستقرار السياسي، بالديمقراطيه، بحقوق الانسان، ب كما قلت نظام شرعي، شرعي منفوطيه عند الناس، وبصحافه حره اللي تتكلم الحقيقه للشعب. السلام عليكم، بارطاجيو الفيديو.